والآن العباقرة أصحاب. المنافسة شرسة جدا. توتر من الفريقين. مجموعة الموت. عاملين حسابنا ان احنا ما نخسرش اي نقطة. في عدم تركيز ما بين اللعيبة. ما عرفش ايه اللي بيحصل. فترة صعبة جدا. ما حصلتش قبل كده. كان درس قاسي جدا. إجابة صحيحة. أبهرتني. الهدف التاني. الفريق اللي معانا فريق قوي. ماتش صعب سهل خالص. كل نقطة هتفرق مع كل فريق. انتظروا الموسم الأول من العباقرة أصحاب مع الروائي عصام يوسف. أهلا بكم في العاصمة.